قالوا بشكل كثيف جدا هو اللاعب المصري اسماعيل احمد. انت ريبك بلاي اوف ذا جيم اليوم كابتن. لا انت ريبك بلاي اوف ذا جيم، بدك تحترم الجمهور يلي اختارك. مع راسي جمهور من فوق اكيد، بس الكابتن له كثير دور مهم النهارده، عمل جود ديفنس على الكي بلاير تبعهم طول السيري، عم بيلعب كثير منيح جون. انا من رايي بيستاهلها بيست بلاير ان ذا فاينل مش بيست بلاير ان ذا جيم، والف مبروك الف مبروك للرياضي الحمد لله. بدي اكيد اشكرك اسماعيل، خليك معي جان، انت كابتن الفريق عم تحرزوا لقب البطوله المرموق بعد بالفعل بطوله صعبه وطويله جدا، شو رايك اكيد بالفوز باللقب البطوله؟ اول شيء غياس بدي اقول هارد راك للحكمه، بالسالي كثير كبير بيستاهلوا بكل جداره يكونوا بالفاينل، وهن كانوا اصعب اوبوننت لنا يعني بكذا سنه اقوى فاينل، ان شاء الله بيرجعوا السنه الجايه اقوى واقوى لانه بلاهم البطوله مش حلوه وهارد لاك. اول شيء بدي اهدي المباراه، انا بدي اهدي بالاحرى البطوله ل مش مباراه صرنا بطوله خلصت، بدي اهدي البطوله لاهلي اللي هن دائما يعني اهلي وعائلتي اللي هن لو منهم انا ما كنت هون اليوم، وبدي اهدي البطوله لاختي اللي اليوم عيدها، كل هيدي كادو لها ضمن الكاديات ضمن الكاديات كلهم. وكمان بدي اهدي هالبطوله لجمهور الرياضي اللي ما قدر، بعتقد نازلين لعنده هلا على المناره، ما قدر عم نشوفه هلا كمان عم نشوفه كمان بنفس الوقت بعد عم نشوفه على عرقجي كان عم كان حدنا عليه، هيدا هو الجمهور هون عم نشوفه حدنا بالايام بالخساره وبالربح، وهيدي بنقول لهم رجعنا كاس على المناره بعد سنتين طلع من المناره، وان شاء الله بنكمل لقدام. وانا بفتخر كون بهيك فريق مع سمعه، يعني ما بعرف شو بدي اقول لك، ما في شو يعني نقي تيم ميت احسن من هيك. الجيم لو ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بضل يلعب لل 40 معنا، ان شاء الله بضل يلعب لل 40. بس هيدي الجيم لحماتي طالعه من المستشفى بقول لها الحمد لله على سلامتك، هيدي اهدي سلامات اكيد، والامي في مصر اكيد اكيد لانه ليها فضل كبير علي بعد ربنا سبحانه وتعالى. مبروك جمهور الرياضه. سمع خليك لانه رح تستلم ليون بربس ريباوندر كمان بنفس الوقت، اذا فجينا نشوف كمان ليون بربس ريباوندر عم يتسلمها اسماعيل احمد. رح اخذ كمان بنفس الوقت هون اكيد اسماعيل امير سعود، تفضل عود حدي كمان احمد ابراهيم، و يعني الجوائز كثيره كمان. استاذ ميشيل ابيراميا عم يسلم الجائزه الماليه اللي هي 6 مليون ليره لعلي محمود، رح نشوفه اذا فينا نشوفه كمان بنفس الوقت عم يسلمها استاذ ميشيل ابيراميا لعلي محمود، 6 مليون ليره لتسديده اكس اكس ال من نص الملعب يلي سددها بين الشوط الاول والثاني. علي محمود اكيد بيستحق هالجائزه. امير شفناك بالسريق النهائيه ما كنت كثير عم تتوفق، لكن اليوم توفقت بالوقت الحساس جدا وفرجيت انك بتضلك امير والامير بضله امير، يعني بوقت كان فريقك بحاجه لاي نقطه سددت مرتين عن الارك ونجحت. انا بشكر الجمهور اللي ضل حدي مع اني ما قدمت المستوى اللي معودهم عليه، وسبيشلي ماي تيم ميتس اللي دعموني ضلهم عم يدعموني مع انه يعني هالسيري الافرج كانت اولموست زيرو بوينتس يعني، بس الحمد لله يعني خلص اي ستيبت اب ماني تايم، حطيت البيج شوت وربحت فريقي، هذا المهم، مهم التيم يربح ما بهم شيء ثاني. شو تغير بين الشوط الاول والشوط الثاني انتم وفريق الحكمه؟ كان مسيطر الحكمه بالشوط الاول، بالشوط الثاني انتم سيطرتوا. اكيد هن ظهروا للحياه يعني ما عندهم شيء يخسروه، حيروح على الصمر تبعهم، لازم يقدموا اكثر ما شامبيون حيقدموا اكثر ما عندهم، قدرنا نستوعبهم يعني استوعبنا الثوره تبعتهم، ويعني وي كنترول ذا جيم بطريقه ذكيه، الكوتش كثير يعني دار الجيم بطريقه ذكيه، الحمد لله توفقنا وربحنا. علي يعني بعرف قد البوينت جارد قد ايه بيحمل ضغط كبير بالجيم خاصه بمباريات نهائيه، وانت فرجيت عن ليدرشيب يعني رائعه جدا طوال السيري. شو صار معكم بين الكوارتر بين الشوط الاول والشوط الثاني، كيف قدرتوا ترجعوا تعملوا كنترول على المباراه؟ الديفرنس بالسكند هاف ازنا كنا مور ركزين، وير مور كالم مور بيشنت على الاوفنس، اول هاف كنا بوشينج ات تو ماتش، هي كانت الديفرنس. علي هون عم بتشوف كمان زملائك عم يحتفلوا قبل ما يستلموا كاس البطوله، شو رايك بكل بطوله لبنان سنه 2014؟ Really my most competitive year in Lebanon out of all the 11 years. Alhamdulillah ربحنا. Too bad it took too long, بس يلا summertime. بدي اشكرك اكيد علي محمود، رح نشوف اكيد بنفس الوقت الاجواء اللي عم تصير بارض الملعب ان كان بالمناره او بملعب غزير، الاحتفالات من الميلتين هون اللاعبين
وجمهور الرياضي المتواجد بالمنارة مثل ما نشوفه بشكل مباشر أكيد رح ينطر فريق الرياضي رح يتوجه من غزير للمنارة ليحتفلوا تحت بالمنارة طبعا بكأس البطولة لسنة 2014. إذا أكيد هون رح نشوف تسليم كأس البطولة بانتظار تسليم الكأس. رح نعيش أكيد الأجواء كلها مع تسليم كأس البطولة رح يستلموا ونعلن تتويج نادي الرياضي بيروت. المدرسة سان فارس إلى جانب وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي عم يعلنوا بطل لبنان الجديد لسنة 2014 وهو طبعا نادي الرياضي بيروت بعد ما خلص السيرة النهائية 4-2 على حساب فريق الحكمة وفاز اليوم بنتيجة 57-50. احتفالات لفريق الرياضي هون أكيد كمان رح يستلم فريق الحكمة كأس المركز الثاني الميداليات ميداليات المركز الثاني ومن بعدها رح يتم التتويج الرسمي بأرض الملعب. يعني أكيد الجمهور بأثر كتير لو كان اليوم الملعب ممتلئ كانت الأمور أكيد بتكون صاخبة أكثر. فريق الرياضي يلي مثل ما ذكرت فاز بالعصر الحديث بس صاروا 11 بطولة للمرة الثانية عم يكون خارج أرضه وللمرة الأولى بتاريخه طبعا ملعب غزير. تسليم إذن الميداليات ومن بعدها أكيد رح يتسلم كأس البطولة وعم نشوف الجهاز الفني والإداري بفريق الرياضي عم يتسلموا الميداليات من رئيس الاتحاد لبنان لكرة السلة المهندس وليد نصار. عم تشوف وائل عرقجي كمان ورح جرب نعمل مقابلات بنفس الوقت زميلي إلياس حلو رح يساعدني شوي بالمقابلات قد ما فينا بركي بيقدر ياخذ المدرب صبت نشوف انطباعه الأول. Coach, congratulations. You are the first coach as a foreigner to win the Lebanese championship since 10 years. How do you feel? I feel great. I think my team deserves this. We are sportsmen. We play only on the court. We don't play out of the court. We are not dirty. Because since we start the championship, I heard so many stories about referees, about clock on our gym, about our fans. They punish us. They took away from us home court advantage. But we are sportsmen and we win here. And this is the biggest, I think, biggest present for the Lebanese basketball, not only for Riyadh. Coach, you seem to have difficulties in the first at the first game. Yes, we didn't start. This is normal. After the win yesterday night, and few people, I think, expect. We play very, how to say, like we are not here, we're not concentrated. But we realize, especially on the half court, in the locker room, we realize that it's not a joke, that we can finish our job tonight, and we do this. Good job, coach. Thank you. إذن أكيد سمعنا المدرب شبطج. أنا معي اللاعب الصاعد وائل عرقجي. أول شيء بدي أهنيك فوزك بالبطولة كلاعب صغير عم تحرز لقب بطولة لبنان يمكن الأغلى لألك أكيد. شو شعورك؟ يعني هذه أول بطولة لبنان بربحها. هذيك السنة توقفت البطولة. هلا الحمد لله يعني ربحنا البطولة وبجدارة بعتقد. اشتغلنا سنة 9 أشهر عم نشتغل لنوصل لهذه المرحلة. الحمد لله وصلنا لها وربحنا هالبطولة. يعني ما بعرف شو بدي احكي عن سبيتشلس. احلى شعور يعني بحياتي وان شاء الله السنة الجاية كمان نربحها ونضل عم نربحها لقدام. يعني اليوم كأس روني ابو جودة كأفضل لاعب صاعد ومن بعدها لقب بطولة لبنان وانت لاعب بالفعل عندك مستقبل كثير كبير ما فينا غير ما نهنيك ونقول لك اكيد يعني نعطيك كل الدعم لانه بحاجة للاعبين من مثلك يا وائل. ثانك يو. اول شيء عن جد الحمد لله انه قدرت اربح كأس روني ابو جودة الله يرحمه كمان ربحنا بطولة لبنان. يعني كيف بدي اقول لك غياس بدي اشكر اول شيء كوتش سوبوتيتش اللي عطاني الثقة الكاملة لألعب هيك جيمات. بدي اشكر كوتش احمد ضلوا عم يشتغل علي من انا عمري 7 سنين والحمد لله وصلنا لهذه المرحله هون قدر نربح بطوله لبنان سوا. بدي اشكرك اكيد وائل لورن وودز. I love this game man. What's your opinion? What's your feelings? Oh, it's unbelievable. It's unbelievable that you know we come so far this year
This year we did a great job. We had a lot of ups and downs, but بعد الجيم رئيس النادي شمس رودي ولا حاجة. We had a great team this year. You know, suggest also great team. You know, two of the best teams playing. It's the best thing to happen for Lebanon basketball. Suggest Riyadi. And I mean, what more can you ask for? How can you rate all the Lebanese league this season? You know, it was tough starting out this year. We had the delayed start. If you remember, we didn't start until late January. We had some issues later on in the season. But you know, we ended well. You know, it's unfortunate that the fans weren't able to come to the games. Riyadi fans, Suggest fans, two of the best groups of fans in the whole country. I'm sorry that they couldn't see, witness this. But next year for sure. Thank you, Lauren. Your teams are waiting for you. أكيد لا يحتفلوا سوا. بانتظار اكيد عم تشوف بنفس الوقت جمهور الرياضي جمهور الرياضي بالمناره وهون اكيد فريق الرياضي كمان اذا عم نشوف لاعبي فريق الرياضي اللي عم يحتفلوا بالكاس للقب المرموق كاس البطوله وعم نشوف بنفس الوقت الجمهور ببيروت يلي ناطر اكيد وصول هالكاس واكيد رح يحتفلوا ويا مع اللاعبين ويحملوا الكاس بالمناره رح حاول اكيد بعد اخذ بعض المقابلات تمام جرودي الى جانبي تمام يعني بعرف قد اشتغلتوا كثير هالسنه قد ايه كانت صعبه على كل الانديه من كل النواحي الاداريه الفنيه ارتحت بعد الفوز باللقب ارتحت بعد نفس بعد عنا بطولة البنات لا خليها نرتاح اخر السنة بس اول شيء غياس بدي بارك انا لكرة السلة اللبنانية اول شيء واهم شيء انه انتهت انه خلصنا بطولة لبنان على ارض الملعب هذا اهم شيء النيجاتيفيتي كلها ما حنحكي عنها بدي اقول هارد لاك لنادي الحكمة نحن علقنا يافطة عنا بالنادي بنحترمها كثير كثير هي مبادئنا وين وذ اونر لوز وذ برايد نحن اليوم بالنسبة لنا في غصة صغيرة بقلبنا انه ما قدرنا نتغلب على نادي الحكمة هو كامل بدنا نوجه اكيد رسالة من القلب غيب إلي رسمه. على غياب إلي رسمه يعني موجود إلى جنبي هون كمان ان شاء الله بيرجع بالسلامة شفنا اكيد 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 قد ايه له قيمة بالفريق هيدي غصة صغيرة اكيد بتضلها بقلبنا نحن وي بليف انه البطل لازم يربع على البطل نكهة البطولة ما لها طعمة بس هو اللي بتتغلب يعني بس عم اقول لك طعمتها بتخف اذا ما بتتغلب على فريق بطل عشان. بقى هون بتمنى الحكمة يضلوا موجود ويضلوا بهالقوة لانه نكهة البطولة ما حلوة الا ما تربع على فريق قوي وان شاء الله انتم يعني الرياضه والحكمه بالفعل يعني مع احترامنا لكل انديه وتحيه لكل انديه بس انتم كمان عصب كره السله اللبنانيه هيدي ما فينا غير ما الحمد لله الاولى يعني بس هيدي غياس موجوده بكل الرياضات في فرق بتقوى في فرق بتضعف حسب الظروف المهم يضل الليفل عالي المهم يضل المنافسه عاليه نتمنى يضل في ليفل كثير عالي بكره السله والبطل على طول يربح صعوبه ما يربح بسهوله بس على طول على ارض الملعب شو السكجول يعني هلا عم نشوف بنفس الوقت الجمهور بالمناره مولع الدنيا يعني عم نشوفه هون على الشاشه بس نحن انتم عم تخلونا ننزل واتحاد مع خلينا ننزل بدنا نلاقيكم ان شاء الله على ارض الملعب تحيه كثير كبيره لل بي سي وشكر كثير كبير لدعمه لكره السله اللبنانيه ووقفوا الى جانبنا وهالصبر اللي صبروا مع كل هالديلي اللي صار البطوله ان شاء الله تكملوا معنا على طول بهالزخم كنتوا راضيين على البست اوف 7 كمان يلي صراحه يمكن بعض البلد ما بيحملها بس ما في شك انه لها لهيك فينال كانت ضروريه 100% ان شاء الله على طول البطوله لقدام ان شاء الله على طول الفرق عم تتقدم منتلي ما بس فيزيكلي على ارض الملعب ان شاء الله على طول نشوف جيل جديد عم بيجي عم بجرب يفوت صبغه جديده روح جديده على كره السله اللبنانيه وان شاء الله على طول كره السله اللبنانيه لقدام لانه هيدي انا بالنسبه لي انا شخصيا وانا عم بعطي من وقتي لها بالنسبه لي خلالها فيها نرفع اسم لبنان عالي كثير 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 تمام بعد اخر سؤال بسالك اياه انتم يمكن فزتوا بعدد كبير من البطولات يعني 11 بطوله بس بالعصر الحديث بس مرتين توجتوا برات ارضكم صحيح وهيدا امر كان لافت يعني مره بطرابلس واليوم بغزير شو بيعني لك هالشيء؟ قياس الفوز فوز اخر شيء جد فوز فوز بهمنا اخر شيء بعد التعب الطويل موسم كامل تقدر ترفع الكيس على ملعبك نكهته غير شكلها قدام جمهورك برات ملعبك نكهته بتضل حلوه بس اخر شيء بدك تحتفل مع جمهورك بس بقول لك محل اللقب الا ما تربحه بتعب شو بتقول لجمهورك هلا اللي عم يسمعك على الشاشه العملاقه بالمنارة وعم يسمعك على شاشه التلفزيون بتمنى يضل ناطرنا لحمالنا مأخرين نزيل عنده هلا بدي اشكرك اكيد تمام